أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله كريم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ومن الناس من يجادل في الله كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث ما في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب أليم ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد
يدعون من ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فليعظم هل يغيبن كيده ما يزيغ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا
الله يسجد له ما في السماوات
Yeah.
وإذ بوأنا لإبراهيم
فكلوا